في ناس بلاقيهم ثقه طبعا بتكلم معاهم، مش كله بتثق فيهم. اه يعني بتثق فيهم وهم عارفين هم ما بيتكلموا بيتكلموا صح، لكن في ناس ما من غير ما انت اصلا تكلمهم بيكتبوا اخبار غريبه. يعني في مشكله اللي حصل بينا وابو تريكه، احمد فتحي وابو تريكه، لما حصل مشكله كبيره واحنا في اسكندريه بالماتش، احمد فتحي اتخانق مع ابو تريكه في التمرين. احمد فتحي ما راحش لما اتصاب وما رضيتش تسلم عليه، ما رضيتش تسلم عليه. حاجات كثيره جدا مالهاش اساس من الصحه، بس هي بتلاقي يعني او في مصر عامه الاعلام دلوقتي هي ماده بيني وبين ابو تريكه، فخلاص مفيش حاجه، فاكتب على مين؟ اكتب على احمد فتحي وابو تريكه. احمد فتحي وابو تريكه هي دي الحاجه الموجوده. انت علاقتك بابو تريكه عموما شكلها عامله ازاي؟ انا مراتي واولادي عند ابو تريكه دلوقتي. يعني انا جاي وانا جاي، هم هو دلوقتي هم هناك. لا يعني مش العلاقه اكبر مهمه من الناس ما تتصور. يعني انا بحب ابو تريكه جدا، هو عارف ان انا بحبه جدا. انت بتسميه ايه ده؟ فراغ اعلامي ولا بتسميها عدم امانه ولا بتسميها ايه؟ كله يعني فراغ اعلامي وعدم امانه حاجات كتير. يعني كلمني، مش هتكلمني تعالى النادي اسال على الخبر وبعد كده بكتبه. ابسط شيء يقول لك ما انت بتردش. بس ما انا مش مطلوب ان انا ارد على كل الناس. يعني مش تليفوني هرد على ده وهرد على ده وارد على ده. فالموضوع بيبقى صعب يعني. وده اللي ساعات بيخليك عصبي. انا بتعصب من الحاجات دي جدا. ايوه انا بقول لك ده ساعات بيخليك عصبي. ساعات اتكلم معاك الاقيك متنشن وتقول لي ما حصلش، يعني تحس ان انت بتزعق في التليفون بالذات في الحاجات دي طبعا. يعني حتى لما دخلت مع كريم في المداخله انا كنت متنرفز جدا عشان الموضوع خد اكبر من حجمه كتير جدا. ضايقك نفسيا؟ انا من هل ضايقك عشان ما ينفعش ابو تريكه ان يحصل ده معاه، ولا ضايقك عشان كذب الخبر؟ ايوه عشان لا عشان كذب الخبر. كذب الخبر وعشان الموضوع خبر خد اكبر من حجمه. انا وابو تريكه، انا وابو تريكه، انا واحمد فتحي وابو تريكه، احمد فتحي. عشان ابو تريكه يعني هو صرح في الجريده، في جريده الاهلي باين، اللي انا خايف اكلم احمد فتحي عشان قال الوحيد اللي انا خايف اقابله احمد فتحي. بس هو عارف ان انا مش ما انا ما وليه خايف منك ليه؟ انا مش بوشين يعني، انا صريح. انا صريح الى ما لا نهايه. وشك بيبان عليه؟ يعني انت متضايق مني هيبان على وشك؟ هيبان على طول على وشي. يعني مش اهدى لما اقول لك انا زعلان منك منين إيه؟ خلاص فضفض. وانت كنت زعلان منه؟ لا انا لما شفت ابو تريكه خلاص الموضوع. سيبك من الشوف، انت كنت زعلان قبلها منه؟ كل اللعيبه مش انا بس. لا خلينا نتكلم على احمد دلوقتي. ما احمد فتحي اكيد انا من زمان قلت لك، هو لما خد القرار الفردي خلينا احنا في مشكله، خلى شكلكم وحش، خلينا احنا نبهدل من كل الناس. خلى انت شكلكم وحش. لا يعني خلينا بره في التعامل، الناس بره، خلينا احنا نبهدل من كل الناس. لكن اولا واخيرا الموضوع ما فيهوش حاجه يعني، الموضوع انتهى يعني. ساعه ما جه اول تمرينه تريكه دي، لا مش اول تمرينه دي، ابو تريكه اللي كانت قبل مباراه امبي دي، كانت قبل مباراه امبي على طول وانتوا في مباراه السوبر. لا ده الماتش ده قبل ماتش سانشاين. سانشاين انا كنت بص، هو ابو تريكه كان اول مره قبله كان النادي عنده ماتش الزمالك في برج العرب اللي هو بتاع بطوله افريقيا. وانا وعاشور وتاحه ومش عارف مين تاني، احنا بره القايمه عشان كان عندنا انذارات انا وعاشور، كان عندنا كل واحد انذار، فكابتن حسام كان خايف مريحكم عشان ما تاخدوش التاني. فجيت مره معاه في مدينه نصر وكنت بتمرن معاه عادي جدا وسلمت عليه عادي جدا. يعني ما كانش في حاجه خالص. حتى في صحفي بعد كده كتب في جريده برضو اللي انا اول ما جيت، كنت انا جيت متاخر في مره على التمرين. قال لك احمد فتحي ما اول ما جه ما سلمش على ابو تريكه، راح متاخر عشان ما سلمش على ابو تريكه. وانا اصلا قبلها بيوم كنت بتمرن معاه عادي، واول يعني قبلها بيومين كمان. قبلها بيومين اتمرنت معاه، كان تمرين بعد الظهر وتمرين كانت الصبح. ودي كانت ثالث تمرينه. شيء غريب. ما لا غريب جدا، مش غريب بس يعني. عشان كده بقول لك ده اللي قال لك انا والله شفتهم. قلت له والله شفتهم. ايه والله شفتهم؟ قلت له متاكد؟ فساعتها بقى الاحداث يمكن انت طالع بمنظري. فالاحداث بعد كده هم عارفين لما بتكلمش وما بقراش يعني انا الاثنين. بس واضح انك بتقرا مش كتير. العصبيه اللي بتجي لك دي من لا من اصحابي. اصحابك بتصل يقول لك ده مكتوب عنك، ده مش عارف ايه، ده مكتوب عنك، ده بتكلمه.